قد بدأنا الكلام أحبابي في الله في اللقاء الماضي عن أصل عظيم من أصول اعتقادنا وركن من أركان إيماننا، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وسنتبع الكلام بحول الله وقوته في هذا اللقاء عما يتيسر لنا ذكره من أشراط الساعة الصغرى. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. والقينات هن المغنيات، والمعازف هي آلات الملاهي كالعود والطنبور والدف وغير ذلك. وهذه المسألة وهذا الأمر المنكر قد انتشر في زماننا والله المستعان. ولا شك إخواني وأحبابي في الله أن سماع الأغاني وأن استعمال آلات اللهو لا شك أنه محرم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الآية العظيمة في معنى اللهو لهو الحديث، قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. وكذلك قد جاءت آية أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى تحذر من الغناء كما فسرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك أنه باتفاق أهل التفسير أن تفسير الصحابة وأن كلامهم معتبر في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، إذ أن لسانهم لم تدخله العجمة فهم عرب أقحاح، وكذلك قد شهدوا التنزيل تنزيل القرآن الكريم على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسمعوه منه غضا طريا كما أنزل، فلذلك هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وثبت في صحيح البخاري قال: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، ثم ساق السند إلى أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يعني أن الأمر حرام ولكنهم استحلوه. ولا أظن أن أحدا يتكلم اللغة العربية ويفهم اللغة العربية يفهم غير هذا المعنى من هذه الكلمة يستحلون. قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. الحرى اسم من أسماء الفرج، والمقصود بذلك الزنا والعياذ بالله. يستحلون الحرى والحريرة، ذلك بالنسبة للرجال لا يجوز لبسهم للحرير. يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. قال عليه الصلاة والسلام: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، علم يعني جبل، إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم يعني عليهم هذا الجبل، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا الحديث لا شك أنه حديث صريح صحيح واضح كالشمس. وقد زعم ابن حزم رحمه الله العلامة الظاهري المعروف، قد زعم أن هذا الحديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد. وقد رد عليه العلامة ابن القيم وبين أن ما قاله ابن حزم باطل من ستة وجوه، وساق هذه الوجوه. فالحديث صحيح لا ريب في ذلك، وقد نطق بذلك الأئمة الأعلام في الحديث، بيّنوا أن هذا الحديث صحيح لا غبار عليه، وهو أيضا صريح في دلالته على أن المعازف محرمة، إذ أن استحلالها من هؤلاء الناس في آخر الزمان، استحلالها من قبلهم يدل على أنها هي في أصلها محرمة. ولا أريد حقيقة أن يذهب بساط الوقت من بين يدي لأذكر الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على حرمة الغناء وعلى حرمة المعازف، وكذلك لا أريد الاستطالة في ذكر
كلام أهل العلم وأقوالهم الذين نقل عنهم الكلام بتحريمهم لآلات اللهو والمعازف والغناء المحرم حتى لا يذهب الوقت من بين أيدينا. ولكن حقيقة سأكتفي بنقل أثر مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين ومعرفة تفسير كتاب رب العالمين، حتى سماه العلماء بترجمان القرآن. وإذا جاءك التفسير عن ابن عباس فعض عليه بالنواجذ. جاءه رجل وقال له: يا ابن عباس، أخبرني عن الغناء، أحلال هو أم حرام؟ سؤال صريح واضح مختصر. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: لا أقول حلالا إلا ما كان حلال في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا أقول حرام إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه. لا يعني ذلك ابن عباس أنه لا توجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على حرمة الغناء، بل هناك آيات، وليست آية، آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على حرمة الغناء، كما ذكر ذلك عن ابن عباس نفسه. ولكن ابن عباس قال هذا الكلام لأنه يقصد أنه ليس في القرآن كلمة غناء، ولكنه قال له ابن عباس رضي الله عنهما هذه الكلمة الجميلة، قال له: أخبرني، إذا كان يوم القيامة أيكون الغناء في ميزان الحسنات أم في ميزان السيئات؟ فقال هذا الرجل وكان صادقا: وأتمنى أن يكون جميع المسلمين الذين يستمعون الغناء أو الذين يحللون الغناء والمعازف أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صادقة، وقفة شجاعة، وأن يجيبوا على هذا السؤال. قال: أخبرني عن الغناء، إذا كان يوم القيامة أيكون مع الحلال أم مع الحرام؟ أيكون في ميزان السيئات أم في ميزان الحسنات؟ فقال هذا الرجل: بل يكون في ميزان السيئات، وكان صادقا. فقال ابن عباس له: اذهب فقد أفتيت نفسك. لذلك حقيقة أقول لنضرب صفحا عن الأدلة الكثيرة والأقوال الكثيرة الواردة في حرمة الغناء والمعازف وتأصيل هذه المسألة تأصيلا علميا، فهذا موجود وكثير في كتب ورسائل وفتاوى أهل العلم، ولا نقول هذا الكلام هروبا من الرد، بل نستطيع الرد والبيان بحمد الله عز وجل، والكلام واضح والحجة ظاهرة والأدلة صريحة. ولكن أقول اختصارا للوقت، يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يكفيه كلام ابن عباس هنا عندما قال له: بل سيكون في ميزان السيئات يوم القيامة. قال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك. كذلك من أشراط الساعة الصغرى كثرة شرب الخمر واستحلالها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أشراط الساعة، وذكر أمورا ثم ذكر منها: ويشرب الخمر، أي هذا من أشراط الساعة. ونحن في زماننا هذا، وهذه من الأمور المؤلمة، انتشرت الخمور ليس فقط في بلاد الغرب وفي بلاد الكفار التي ضاعت فيها الفضيلة وانتشرت الرذيلة، وأصبح الناس أشبه ما يكونون بالبهائم، لا هم لهم إلا شهوات فروجهم وبطونهم. أقول وللأسف قد انتقل هذا الأمر المشين إلى بعض دول الإسلام، فانتشرت فيها الخمور وأصبحت تباع في المتاجر وفي الفنادق وفي المطارات، بل إن بعضها أبيح الخمر مؤخرا حتى في الشوارع أمام الناس، والله المستعان. وللأسف أن من الناس من يبدل اسم الخمر ويسمونها بغير اسمها، ومن دلائل النبوة ومن علامات صدقه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أنه ذكر هذا الحديث الذي سأذكره على مسامعكم الكريمة الآن. روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تستحلن، أيضا عادت هذه اللفظة مرة أخرى، لا تستحلن، يعني الأمر هو حرام، ولكن هؤلاء القوم المذكورين أو المذكورون في هذا الحديث استحلوه. قال صلى الله عليه وسلم: لتستحلن طائفة من أمتي الخمر
باسم يسمونها إياه، باسم يسمونها إياه. وهذا الحديث كما قلت أخرجه أحمد وابن ماجه، وقال الألباني رحمه الله حديث صحيح. فلنقارن أحبابي في الله كيف أن هذه العلامة من علامات الساعة الصغرى قد وقعت في زماننا. يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يسمونها بالمشروبات الروحية، يسمونها بالمشروبات الكحولية، وكل هذا باطل، وكل هذا لا يصيرها حلالا، وكل هذا لا يجعلها مباحة وإن سموها بهذه الأسماء التي فيها شيء من التلطيف وشيء من التحبيب. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين، بل حتى غالب وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، للأسف أنهم يقولون فلان يشرب المشروبات الكحولية، أو فلان مدمن للمشروبات الكحولية، أو مدمن للمشروبات الروحية، وكل هذا خطأ، وكل هذا تلبيس للحقائق. بل لابد أن نقول فلان مدمن للخمر، وفلان يشرب الخمور، لابد أن نسمي هذه الأسماء بمسمياتها الصحيحة. إن سمينا هذه الأمور بالمشروبات الكحولية والمشروبات الروحية، في هذا ترويج وتحبيب للناس لشرب هذه المنكر العظيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأم الخبائث. وتسميتها بالتسمية الشرعية بالخمر فإن أو بالمسكر، فإن هذا الاصطلاح وهذه التسمية تنفر وتحذر الناس منها. كذلك من أشراط الساعة الصغرى زخرفة المساجد والتباهي بها. بناء المساجد لا شك أنه أمر صالح وأمر يحبه الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث الصحيح أن من بنى مسجدا أو بيتا لله تبارك وتعالى في هذه الدنيا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه عبادة جليلة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن بعض الناس وللأسف الشديد قد يعني أصابهم شيء من سوء الفهم، وأصابهم شيء من الغلو والتفريط أو التقصير في بناء بيوت الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي رواية أخرى عند النسائي وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال أنس رضي الله تعالى عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فالتباهي بها العناية بزخرفتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أي معابدهم وكنائسهم وصوامعهم، وكل ذلك ليس من الإسلام في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عندما جاءته إحدى زوجاته وقد كانت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وقد كانت في الحبشة، والحبشة نصارى، فكانت تقص على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الكنائس هناك وتذكر ما فيها من التصاوير والنقوش والزخرفة، فكأنها معجبة بذلك. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الأمر وقال: أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وزخرفوه وجعلوا فيه هذه التصاوير المنكرة. وهذا لا شك أنه من الغلو ومن الأمور التي توقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله. فلذلك أحبابي في الله، زخرفة المساجد والتباهي بالمساجد، أن والله آل فلان قد بنوا مسجدا وزخرفوه، فمن باب الغيرة ومن باب التباهي وحب الظهور والاستعلاء على الآخرين يقوم هذا الرجل ويبني مسجدا ويشيده ويزخرفه ويعليه، ليس تقربا لله تبارك وتعالى وليس راحة لعباد الله سبحانه وتعالى، إنما تباهي ومبالغة في الزخرفة، وهذا أمر منهي عنه وأمر مذموم. واسمعوا أحبابي في الله إلى ما قاله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أعاد بناء المسجد النبوي في زمانه وتوسعة المسجد النبوي في زمانه، قال وهو يخاطب
البناء يقول له عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا أيضا جاء في صحيح البخاري، قال له أكن الناس من المطر، أكن يعني احفظ الناس، ليكن بناؤك قويا مشيدا ليحفظ الناس من المطر والرياح حتى لا يتأذى المصلون في صلاتهم في هذا المسجد. فقال له عمر أكن الناس من المطر وإياك، ومعلوم أن إياك من أسلوب التحذير في اللغة العربية، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. إياك وهذه النقوش وهذه الكتابات، وأيضا من الأمور حقيقة الغير جيدة المنكرة التي أيضا منتشرة في مساجدنا وينبغي التنبيه عليها، ما يوضع في قبلة المسجد وفي محراب المسجد، توضع زخرفة على اليمين الله جل جلاله، وتوضع زخرفة في مقابلها على اليسار محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قبيح، هذه من المساواة، فيها شيء من المساواة، وإن لم يقصد البناء وإن لم يقصد المشيد لهذا المسجد وإن لم يقصد المتبرع هذا الأمر، ولكن نقول إن هذا فيه شيء من المساواة، أن يضع الإنسان كلمة لفظ الجلالة ويقابلها بكلمة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الأمور المنكرة، أو أن تزخرف الجدران بالآيات والأحاديث والمقولات إلى غير ذلك، فنقول كل ذلك يخالف بناء المساجد كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد من الزخارف المنهي عنها، والذي يكون فيها اتباع لفعل اليهود والنصارى. تبنى المساجد وتشيد وتوسع وتبنى ببنيان قوي مشيد ليحفظ الناس من المطر والرياح، وتوضع فيها أحسن مكائن التكييف وأحسن وسائل الصوتيات، ويفرش بأجمل وأنفس المفارش، ويطيب بأحسن وأنفس وأجمل روائح الطيب، هذا الذي ينفع المسجد وينفع المصلين فيه، بل إن هذه الزخارف والنقوش تذهب الخشوع، ويعاني المصلون من وجود هذه الزخارف على الجدران التي أذهبت بخشوعهم، فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. أيضا جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وهذا أيضا ذكره الحكيم أو روي عن الحكيم الترمذي، وذكر في سلسلة الحديث الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله، وقال إسناده حسن. ومثل هذه طبعا كما مقرر في علم مصطلح الحديث، إذا قال الصحابي وأخبر عن أمر سيقع في المستقبل، هذا يكون له حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إن الصحابي لا يعلم الغيب، فقطعا ما أخبر بهذه الأمور التي تتعلق بالأمور الغيبية والأمور المستقبلة إلا وقد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. من أشراط الساعة كذلك الصغرى التطاول في البنيان، التطاول في البنيان. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سأله عن وقت قيام الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك بأشراطها أو عن أشراطها. ثم ذكر منها وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها، وفي رواية مسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وجاء في رواية الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال العرب. وهذا الحديث رواه أو هذه الرواية في مسند الإمام أحمد، وقال الألباني رحمه الله هذا إسناد لا بأس به في الشواهد. إذن جاءت الأحاديث تبين أن من أشراط الساعة التطاول في البنيان، الارتفاع في البنيان، وهذا أيضا يكون خاصا في الحفاة العراء رعاء الشاة الذين يرعون الإبل الأعراب، يسكنون الحاضرة ويتطاولون في البنيان. ومن الخطأ الذي يقع في كلام بعض المسلمين أنهم يسوقون هذا الحديث من باب انتقاص الأعراب ومن باب انتقاص رعاة الإبل ورعاة الشياه، وهذا الكلام ليس صحيحا وليس سديدا، والحديث لا يدل على ذلك،
كما ذكرنا إخواني في مناسبة أخرى أن من أشراط الساعة لا يلزم أن كل علامة من علامات الساعة خرجت على وجه الذم، فهناك من العلامات وأشراط الساعة الصغرى خرجت على سبيل الإخبار أن هذا الأمر سيقع في المستقبل. طيب، هل هو حلال حرام؟ هل هو مذموم ممدوح؟ لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني قاعدة مهمة في فهم أشراط الساعة الصغرى، أن ليس كل علامة من علامات الساعة الصغرى خرجت على سبيل الذم وعلى سبيل النهي وعلى سبيل التحذير. وإلا في من العلامات التي مر ذكرها وسيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى هي من باب الإخبار، هي من باب الإخبار، ليس لا يتعلق بها لا أمر ولا نهي ولا ذم ولا مدح. ومنها هذه العلامة، سيكون في أشراط الساعة في من علامات الساعة الصغرى أناس كانوا يرعون الإبل، يرعون الشاة، رعاة لهذه الشاة، فقراء، جياع، حفاة، عراة، ثم بعد ذلك يتطاورون في البنية. فقط إخبار، هل هذا الأمر مذموم؟ هل هذا الأمر منهي عنه؟ لم تنطق الأحاديث بذلك. فعلينا حقيقة أن لا نتجاوز في تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت مثل هذه الأحاديث يستخدمها البعض لبث الفرقة وللتعالي على عباد الله تبارك وتعالى. فمثلا يتعالى أهل الحاضرة على أهل البادية في مثل هذه الأحاديث، ونقول ليس هذا بسديد وليس هذا هو الصواب في فهم هذا الحديث، والميزان عند الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك من أشراط الساعة الصغرى ولادة الأمة ربتها. أيضا جاء في حديث جبريل الطويل الذي مر ذكره آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، قال: وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها، إذا ولدت الأمة ربتها. وقد ذكر أهل العلم عدة أقوال في تفسير هذه الجملة، إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها. ولعل أحسن ما قيل في هذا المعنى قولان اثنان. القول الأول قالوا في هذا دليل على انتشار الفتوحات الإسلامية، لأن الإماء والجواري يأتين مع الفتوحات السبي، فهذا دليل على انتشار الفتوحات، فيسبي أحدهم المرأة ثم بعد ذلك تلد منه، فيكون هذا المولود سيدها في المستقبل، لأنه هو ولدها وولدها من سيدها، فتعتق بذلك. فالمقصود أن في هذه الجملة من الحديث النبوي دليل على انتشار الفتوحات الإسلامية، هذا القول الأول. القول الثاني فيه دليل على انتشار العقوق بين المسلمين، كأن المرأة قد ولدت سيدها من كثرة العقوق، عقوق الأبناء للآباء، فكأن الإبن يكون سيدا لوالده ووالدته، كأن والدته وأباه يكون عبدين مملوكين له من كثرة العقوق ومن ظهوره والعياذ بالله. هذا أحسن ما قيل في هذا المعنى، وإلا هناك أقوال أخرى لأهل العلم. ولا شك أن العقوق قد ظهر في هذا الزمان ظهورا بينا، وكثير من الآباء والأمهات يشتكون من عقوق أبنائهم. وحقيقة يعني مما ينبغي أن نذكره في هذا المعنى، لابد أن يحسن الآباء والأمهات تربية أبنائهم وبناتهم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وشكى إليه عقوق ولده، فالتفت عمر إلى هذا الولد وبين له حق والده عليه وذكر له نصوص ذلك من الكتاب والسنة، فقال هذا الولد إلى عمر، قال له: يا أمير المؤمنين، ما حقي على والدي؟ قال: حقك على والدك أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن. فقال هذا الولد لعمر: يا أمير المؤمنين، إن والدي لم يفعل من ذلك شيء، لم يحسن اختيار أمي ولم يحسن اختيار اسمي ولم يعلمني القرآن والدين. فالتفت عمر إلى الوالد وقال له: عققت ولدك قبل أن يعقك. نعم، فإذا بررنا بأبنائنا وقربنا إليهم أسباب الخير وقمنا بحسن تربيتهم تربية صالحة منذ اختيار أمهم الصالحة ذات الدين والخلق، ثم بعد ذلك مرورا بتعليمهم الصلاة والقرآن ومكارم الأخلاق وتقريب أسباب الخير وتبعيد عنهم أسباب الشر والفتن، بإذن الله تبارك وتعالى سينشأ الأبناء صالحين بارين بآبائهم وأمهاتهم.
كذلك من أشراط الساعة الصغرى كثرة القتل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وهذا رواه الإمام مسلم. وجاء في رواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس قوم أو يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ كيف يقتل القاتل ولا يدري لما قتل والمقتول لما قتل؟ كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن لو نظرنا إلى هذه العلامة في واقعنا نجدها ظاهرة ظهورا بينا، ما يكاد أن يمر يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي علينا في دنيا الناس الآن في مشارق الدنيا ومغاربها وشمالها وجنوبها إلا وجرائم القتل منتشرة. انظروا إلى وسائل الإعلام والأخبار في كل يوم وفي كل دقيقة، في التلفاز وفي المذياع وفي الصحف، تجد أن القتل قد انتشر كانتشار النار في الهشيم. تدمر قرى، تدمر بلاد، تهدم البيوت، تسفك الدماء، تنتهك الأعراض. لماذا كل هذا؟ ليس هناك سبب واضح. لا يدري كثير من الجنود في هذه الجيوش الغازية المعتدية لماذا قتلوا، فقط جاءهم الأمر من القادة اقتلوا فقتلوا، لماذا؟ لا يدروا. المقتول الذي قتل وسفك دمه جهارا نهارا أمام الناس، لماذا قتلت؟ لا يدري لماذا قتل. وهذا مصداق لما أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك من أشراط الساعة الصغرى تقارب الزمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، يعني كالأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، والساعة يعني الجزء من النهار، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقال ابن كثير إسناده على شرط مسلم، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع. إذن هذا التقارب، تقارب الزمان، أيضا ذكر أهل العلم أقوالا في ذلك. فمن هذه الأقوال قالوا إن هذا التقارب المقصود هو قلة البركة، قلة البركة في هذا الزمان، لا يكون الزمان مباركا، فلا يستطيع الإنسان أن ينجز فيه من الأعمال وأن يستفيد منه كما كان يستفاد من هذه الأيام والأسابيع والشهور في الأزمان الماضية. كذلك قال آخرون: المقصود بتقارب الزمان بسبب توفر وسائل الاتصالات والمراكب الأرضية والجوية السريعة التي قربت البعيد. وهذا أيضا موجود في زماننا، يستطيع الإنسان أن يذهب بين أن يسافر أبعد نقطتين على وجه الأرض في ساعات يسيرة، ما يتعدى يوم وليلة، ويقطع هذه المسافة، فهذا يدل على تقارب الزمان. كذلك قالوا المراد من الأقوال المذكورة في المراد بتقارب الزمان هو قصر الزمان حقيقة، أن هذا الزمان يكون قصيرا في آخر الزمان، وذلك لمروره بسرعة كبيرة، وهذه السرعة سرعة حقيقية. وأقول هذا أيضا نشعر به في زماننا وفي أيامنا هذه، كيف أن اليوم يمر بسرعة، وأن الأسبوع يمر بسرعة، والشهر والسنة تمر بسرعة، والإنسان سبحان الله هذه يعني صفحات العمر تنطوي، وسنوات العمر تنطوي من عمري بسرعة كبيرة، وكل منا يشعر بذلك. وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من أشراط الساعة الصغرى تقارب الأسواق. تقارب الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. وهذا ذكره الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة. فهذا الحديث الصحيح الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن
من أشراط الساعة تقارب الأسواق، هذا أيضا وقع في زماننا، نستطيع عبر وسائل الاتصالات المختلفة سواء في الهاتف أو عن طريق الفاكس، أو الآن أصبح التقارب أشد تقاربا عن طريق الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية، يستطيع كل إنسان من أي مكان في العالم أن يدخل على أسواق كثيرة مختلفة في العالم وهو جالس في مكتبه أو في بيته عبر الشبكة العنكبوتية. أيضا هنا يعني هذا مثال حقيقة على ما ذكرته سابقا من كلام أهل العلم، أنه لا يلزم، ليس بلازم أن كل علامة من علامات الساعة الصغرى خرجت على وجه الذم. هنا إخبار الأسواق ستتقارب، هل هو مذموم؟ هل هو ممدوح؟ لم تذكر الأحاديث ذلك، والظاهر والله أعلم أنها يعني قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة، فهذا التقارب يسهل وييسر على الناس قضاء حوائجهم، ولكن أيضا جاء معه يعني شيء من اختلاط الحضارات وتقارب الحضارات وانفتاح المجتمعات لما في ذلك من الشرور والفتن التي لا تخفى. كذلك من أشراط الساعة الصغرى ظهور الشرك في هذه الأمة، وهذا أمر غريب عجيب. هل سيظهر الشرك في هذه الأمة؟ أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله، التي كسرت الأصنام وهدمت الأوثان وهدمت الأبنية والقباب وحطمت كل ذلك وقطعت الشرك من عروقه، سيعود مرة أخرى؟ نعم، سيعود الشرك في هذه الأمة كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. روى ذلك أبو داود والترمذي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. يعني المقصود إذا ظهرت الفتن والقتال بين هذه الأمة سيبقى صحيح، سيخفض وسيقل في بعض الأزمنة، ولكنه لا ينقطع، سيستمر وهو مستمر إلى يومنا هذا، منذ أن ظهرت هذه الفتنة ووضع السيف في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقتله الخوارج، منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا ولا يزال السيف والفتن ظاهرة في هذه الأمة وستبقى إلى يوم القيامة كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وهذا كما قلت ذكره أو أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع رحمه الله الجميع. وهذا حقيقة قد ظهر أيضا في هذا الزمان وفي الأزمنة الماضية القريبة من ظهور الشرك في هذه الأمة، وذلك متمثل بدعاء الأموات والطواف حول القبور ودعاؤهم ودعاء الجن والتوسل بهؤلاء الأولياء والصالحين والنذر لهم والذبح لهم والاستغاثة بهم والاستعانة بهم والتوسل إليهم والتوجه إليهم ودعاؤهم من دون الله تبارك وتعالى في السراء والضراء. وهذه من الأمور المبكية المحزنة على هذه الأمة، كيف أن الشيطان استدرجهم واستزلهم إلى أن أوقعهم في هذا الأمر الخطير الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك خطير والشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء في ذلك صرفت هذه العبادة لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين أو شيطان رجيم، كل ذلك لا يهم، لكنه بمجرد صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى هنا يقع الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. فلذلك على المسلم أن يحذر أشد الحذر وأن يبتعد عن وسائل الشرك وعن أسبابه حتى لا يقع في هذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. من أشراط الساعة الصغرى ظهور الفحش، والفحش كما قال ابن الأثير في النهاية قال: هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا،
وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة في الأقوال والأفعال، قال ذلك ابن الأثير في كتابه النهاية. روى الإمام أحمد رحمه الله والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. وهذا والعياذ بالله قد ظهر، هذه الأمور قد ظهرت في زماننا، الفحش القول الفاحش والتفاحش بين الناس، يعني إظهار هذا الفحش من القول والكلام البذيء. بعض المجالس هداهم الله تبارك وتعالى بل لا يستطيع الإنسان أن يجلس فيها لما فيها من انتشار وظهور هذه الكلمات القبيحة، بل لا يكاد أحدهم أن ينادي أخاه إلا ويتبع ذلك أو يسبق اسمه بكلمات قبيحة وبكلمات شنيعة، يسب والده وأمه وأباه وأصله ويلعنه والعياذ بالله، وكل ذلك من الأمور التي نهى عنها الشرع الحنيف. بل إن من الأمور القبيحة جدا ما يفعله بعض الآباء مع أولادهم الصغار، يعلمونهم هذه ويلقنونهم كما يلقن المسلم الصالح أبناءه القرآن والكلام الطيب، يقوم هذا والعياذ بالله الضال بتلقين ابنه وولده الصغير الذي إلى الآن هو عبارة عن يعني فطرة سليمة، ولكنه يقوم بتلويثها بتعليمه بهذه الكلمات القبيحة، ثم يأتي به في المجلس أمام الناس ويقول له ويقول لابنه: يلا قل أمامهم هذه الكلمات القبيحة التي والله يستحي أن يقولها الإنسان، فإذا قالها تسمع هذه الضحكات فيشعر هذا الطفل بشيء من التشجيع، ثم يستمر على هذا الكلام القبيح والعياذ بالله وينشأ عليه. وصدق القائل عندما قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده عليه أبوه. فلا بد أن يتقي الله الإنسان فيما يقول وفيما يسمع. وكذلك من أشراط الساعة قطيعة الرحم، وهذا يعني أمر قد وجد في هذا الزمان، في الزمان الذي طغت فيه المادة على حياة الناس حتى قطعوا أرحامهم والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد حذر الحبيب صلى الله عليه وسلم من قطيعة الرحم كما جاء ذلك في صحيح مسلم، قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وكذلك من أشراط الساعة سوء المجاورة، وهذا أيضا موجود وإن كان قليل ولكنه موجود والعياذ بالله. تجد من بعض الجيران قد تأذى أذية عظيمة من جاره، بل إن بعضهم اضطره جاره بعد أن بنى بيته وأنفق عليه آلاف الدنانير والدراهم، ولكن اضطره جاره أن يبيع منزله لأنه لم يستحمل أو لم يتحمل ولم يطق هذه الأذية المتوالية والمتواصلة من جاره. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. من أشراط الساعة الصغرى تشبب المشيخة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: يكون قوم يخضبون، يعني يصبغون، يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن التغيير، تغيير الشيء بالسواد لا يجوز، أما تغييره بالحنة والكتم وغيرها من الأصباغ هذا أمر جائز. طيب، بل هذا ذهب بعضهم إلى أنه أمر مشروع مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، قال لي بعد أن أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة. الثغامة نوع من أنواع النبات شديد البياض، له زهرة وثمرة وهي أيضا شديدة، شديدة البياض كأنها الثلج. رأسه ولحيته كالثغامة بيضاء لا تكاد أن تجد فيها شعرة سوداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا، أي الشيب، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن السواد لا يجوز وهو حرام، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا أيضا انتشر في زماننا، تجد كثيرا
وهذا يؤسفني أن يقول كثير، ولكن هذا هو الواقع المرير. تجد أن كثيرا من الرجال الذين بلغوا يعني سن الشيخوخة وسن الشيب، تجدهم وقد شاب شعر رأسهم وشعر شاربهم وربما شعر لحيتهم، فيقومون بخطب ذلك وبصبغه وبتغييره بالسواد، وهذا لا يجوز لما فيه من التدليس والتغيير على عباد الله تبارك وتعالى. كذلك من أشراط الساعة الصغرى كثرة الشح، والشح هو أشد البخل، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أشراط الساعة أن يظهر الشح. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. وهذا أمر مذموم ذمه الشارع الحنيف، بل لم يكن هكذا خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم جوادا معطاء سحاء سخيا صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذ أن الشح سبيل للحرص على اقتناء المال، وسبيل لأخذ ما عند الآخرين، فيدفع ذلك إلى وقوع التباغض والتدابر والقتل بين عباد الله تبارك وتعالى. كذلك من أشراط الساعة الصغرى كثرة التجارة. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. وهذا أيضا رواه أو أخرجه كما ذكرت الإمام أحمد رحمه الله، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. إذن هذا أيضا من الأمثلة على ما ذكرته سابقا، أن ليس كل علامة من علامات الساعة الصغرى خرجت على سبيل الذم. انتشار التجارة هذا أمر يعني مباح، لا يعني أنها من أشراط الساعة أن هذا الأمر يعد أمرا مذموما، ولا يعني أن المرأة عندما تشارك زوجها في التجارة أن هذا الأمر مذموم إذا كان هذا الأمر بالضوابط الشرعية ولم يوقعها في محرم من المحرمات. فهذا الأمر أمر مباح لا حرج على الإنسان إذا فعله، ولكن إذا وقع هذا الأمر دل أن الساعة قد اقتربت، وهذا الأمر واقع في زماننا، واقع بين في زماننا، لا تكاد أن تجد مسلما لا يتاجر في نوع من أنواع التجارات، بل قد دخل النساء في التجارة دخولا كبيرا، حتى يعني سمعنا وسمع الكثير ورأينا، هذا أمر ليس سرا، أن مثلا الآن الأسواق الأوراق النقدية ما تسمى بالبورصة قد تسابقت النساء وزاحمت النساء والرجال في المضاربة في تلك الأسواق، وهذا ما أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إنما المذموم أن تكون هذه التجارة وجمع الأموال والحرص على الدنيا يكون يعني يتبعه شيء من التباغض والتدابر والتقاطع والغش والغرر والوقوع في الربا، وأن تكون سببا لأن يلهو الإنسان وأن يبتعد عن دينه وأن يفرط في الواجبات وأن يقع في المحرمات وأن ينسى الله والدار الآخرة. هذا هو المذموم، يكون هنا المال وبالا عليه وسببا لانحرافه، بل ربما يكون سببا لعذابه في ذلك اليوم العظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال: والله يقسم وهو الصادق المصدوق، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها هم يعني، وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا متفق عليه، وفي رواية لمسلم زاد فيها: وتلهيكم كما ألهتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون.
وهذا أيضا ذكره الإمام مسلم في صحيحه. من أشراط الساعة الصغرى أحبابي في الله كثرة الزلازل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وهذا رواه البخاري في صحيحه. وأيضا جاء عن سلمة بن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا، وذكر فيه وبين يدي الساعة موتان شديد، وهذا ذكرناه في اللقاء الماضي، بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. وهذا ذكره الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات. وهذا قد وقع في زماننا، ترى في العشر سنوات أو في الخمس عشرة سنة الماضية كثرة الزلازل، ما كنا نسمع بهذا قبل 50 سنة مثلا، لا أقول قبل 500 سنة، بل قبل 50 سنة لم نكن نسمع بهذا الأمر. أما في السنوات الأخيرة، خصوصا في السنوات الخمس الأخيرة أو السبع الأخيرة، تكاثرت وتتابعت هذه الزلازل حتى في البلاد القريب من بلادنا، بل وقع في بلادنا حرسها الله وحفظها الله من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين، قبل أشهر قليلة وقبل يعني زمن قليل قد وقع فيها زلزال، وقد شعر كثير من الناس في هذه البلاد بهذه الهزات الأرضية. فتتابع هذه الزلازل تعد علامة من علامات الساعة الصغرى، وتعد بيان وعلامة على قرب قيام الساعة. كذلك من أشراط الساعة الصغرى ظهور الخسف والمسخ والقذف. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قلت أو قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. وهذا رواه الترمذي في سننه، وقال الألباني: حديث صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة مسخ وخزف وقذف. وهذا رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. طبعا هذه الأمور الثلاثة ليست المقصودة بالخسف والمسخ الذي يكون من أشراط الساعة الكبرى، هذا سنذكره إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن أشراط الساعة الكبرى، عن الخسوف الثلاثة التي تقع: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هذه الخسوف الثلاثة من أشراط الساعة الكبرى سيأتي ذكرها في حينه إن شاء الله تعالى، ولكن هذا الخسف والمسخ والقذف سيكون من أشراط الساعة الصغرى يقع في هذه الأمة. استغربت عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قد تهلكون وفيكم بعض الصالحين إذا ظهر الخبث. إذا انتشر الخبث ولم يقم الصالحون والدعاة إلى الله والأخيار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر إذا جاء عم وطم ولم يفرق بين الصالح والطالح، بل جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يهلك قرية وأمر أحد الملائكة بذلك، لعله جبريل عليه السلام، وقال: يا رب إن فيهم فلان عبدك الصالح، قال: فبه فابدأ، لأنه لم يتمعر وجهه ولم يحزن قلبه ولم يقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا حقيقة فيه دلالة مخيفة، أنه إذا تقاعص وتوانى وتكاسل الدعاة والأخيار والعلماء وطلبة العلم عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف، فإن هذا يعد علامة سيئة وإيذانا بحلول العقوبة من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغار إذا انتهكت محارمه سبحانه وتعالى. وكما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا بد أن يقوم الدعاة إلى الله بواجب النصيحة بالتي هي أحسن وبالرفق واللين، فإنه كما قال الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كذلك من أشراط الساعة الصغرى ذهاب الصالحين. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته. شريطته يعني أهل الخير والدين. قال: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة. العجاجة، العجاج هم الغوغاء والأراذل والسقطة ومن لا خير فيه من الناس.
قال: فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وهذا والعياذ بالله أيضا يعني قد ظهر في زماننا هذا بقبض العلماء الربانيين من أمثال ابن باز رحمه الله، ومن أمثال الشيخ ابن عثيمين، ومن أمثال الشيخ الألباني وغيرهم، وإن كان في علمائنا رحمهم يعني بارك الله في الحيين منهم بقية من بقية السلف، فلا يزالون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون لعباد الله ويعلمونهم ويرشدونهم ويدلونهم على أسباب الخير، فبارك الله في أعمارهم ومتعنا بها وهم على طاعته وختم الله لهم بالحسنى. كذلك من أشراط الساعة الصغرى ارتفاع الأسافل، وهذا يعني هاتان علامتان بينهما شيء من الربط، فذهاب الصالحين يلزم منه ارتفاع الأسافل كما بيّن عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال: فيبقى فيها عجاجة وهم الغوغاء ومن لا خير فيه، وهؤلاء هم الأسافل. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. شوف سبحان الله، انتكاس للمفاهيم، انتكاس، وهذه من أقبح الأمور إذا انتكست المفاهيم، وهذا واقع في زماننا. نستطيع أن نقول أيضا: وجعلت فيها الرذيلة فضيلة والفضيلة رذيلة، وجعلت فيها السنة بدعة والبدعة سنة، وجعل فيها التوحيد شركة والشرك توحيدة، وحتى قال بعضهم إن الحجاب رجعية وإن السفور والتحلل هو التقدم، إن الدين تخلف وإن الجاهلية هي التقدم. فهذا انتكاس في المفاهيم وضياع في الأولويات، وهذا دلالة على أن هؤلاء قد طمس على بصيرتهم والعياذ بالله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيقول عليه الصلاة والسلام: يؤتمن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ الرويبضة، الرويبضة هو السفيه الذي لا يعرف شيئا ولا يفقه شيئا، إنسان سفيه تافه. قال: وينطق فيها الرويبضة، يعني يكون للرويبضة هذا السفيه له الكلمة وله القول الفصل في شؤون الأمة وفي حياة الناس. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وهذا كما قلت أخرجه أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن ومتنه صحيح. إذن هذه من أشراط الساعة الصغرى. من أشراط الساعة الصغرى أحبابي في الله أن تكون التحية للمعرفة، وهذا أمر عجيب غريب، أن تكون التحية للمعرفة، يعني أن يسلم الرجل على الرجل أو المرء على الآخر، أن يسلم عليه، إذا كان يعرفه سلم عليه، لا يعرفه لا يسلم عليه. جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وهذا رواه الإمام أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وفي رواية أيضا أخرى قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وهذا أيضا ذكره الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والألباني في صحيحته. إذن هذا أمر قد رأيناه وشاهدناه في واقعنا، وهذا أمر مؤلم. يأتي رجل يمر على جماعة من الناس، ينظر إليهم وينظر إلى وجوههم، إذا لم يكن يعرفهم أو يعرف أحدهم أكمل سيره ولم يلقي عليهم السلام. بل إن بعضهم يأتي إلى المجموعة من الناس فلا يسلم إلا على من يعرفه، يخص بعضهم بالسلام دون بعض بحجة أنه يعرف هؤلاء ولا يعرف الآخرين. وهذا أيضا من أشراط الساعة، وهذا خرج على سبيل الذم. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه يخالف الأحاديث الأخرى التي جاءت بالحث والتشجيع والتحفيز على نشر السلام وإفشاء السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذا رواه الإمام مسلم. أيضا من أشراط الساعة الصغرى التماس العلم عند الأصاغر،
روى الإمام عبد الله بن المبارك بسنده عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثة، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وسئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر، معنى الأصاغر في الحديث، فقال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. يعني يرى الإمام مبارك رحمه الله أن المقصود بالأصاغر في هذا الحديث ليس صغير السن، إنما المقصود أهل البدع والذين يتكلمون في الدين برأيهم دون الرجوع إلى الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. وهذا حقيقة، وإن كان يتناوله يعني لفظ الأصاغر أيضا يتناول صغار السن، فما ينبغي حقيقة لصغار السن أن يتقدموا ويتصدروا للتعليم دون حاجة، ودون أن يكون عندهم علم من الكتاب والسنة، ودون أن يتربوا وأن يثنوا الركب عند أهل العلم الربانيين. من أشراط الساعة الصغرى كذلك صدق رؤيا المؤمن. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. وهذا اللفظ لمسلم. وفي لفظ للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. في هذا المعنى، يعني معنى صدق رؤيا المسلم أو المؤمن في آخر الزمان، أن هذه الرؤيا تقع على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير. يعني من علامات الساعة الصغرى أن المسلم يرى الرؤيا في منامه، والرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وهناك حديث نفس. فإذا كان ما رآه رؤيا من الله تكون صادقة، بمعنى أنها تكون من الوضوح الذي لا يحتاج إلى تعبير، تكون واضحة جدا، فلا يحتاج إلى هذا الرائي أو هذا المؤمن أن يذهب إلى معبر ليعبرها له، فتكون صادقة وواضحة، فتقع كما رآها في منامه. كذلك من أشراط الساعة الصغرى كثرة الكتابة وانتشارها. جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة ذكر أمورا، وذكر منها ظهور القلم. والمراد بظهور القلم ظهور الكتابة وانتشارها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وكذلك في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر العلم. وهذا أيضا ذكره الطيلسي في مسنده، وكذلك النسائي، وقال بعض أهل العلم إسناده صحيح على شرط الشيخين. فالمقصود أن هذا الانتشار أيضا وقع في زماننا، ظهور الكتابة، وهذا أمر محمود لا شك، أن لأنه بانتشار الكتابة انتشر العلم والمعرفة، وديننا دين العلم والمعرفة. أول آية أنزلت، بل أول كلمة أنزلت من السماء على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم اقرأ. فديننا ورسالتنا رسالة العلم والمعرفة ورسالة اقرأ. هذه الكتابة قد انتشرت في زماننا بظهور المطابع وبظهور دور النشر، حتى طبعت هذه الكتب بطبعات قشيبة أنيقة جميلة مرتبة، فانتشر العلم ولله الحمد والمنة. كذلك من أشراط الساعة الصغرى التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام. وجاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. وهذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وعلق الألباني فقال: إسناده ضعيف، ولكن له أو لغالبه طرق أخرى. وذكر رحمه الله هذه الطرق في سلسلته الصحيحة، وبين أن هذه الطرق يتقوى بها هذا الحديث. وهذا أيضا واقع في زماننا من التساهل في السنن، تجد أن بعض الناس لا يعني يحافظ على هذه السنن، كصلاة كالسنن الراتبة، وكالسواك، وكالأذكار الوظيفية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرها من السنن الكثيرة. فنجد أن بعض المسلمين قد تهاونوا منها، ولا شك أن هذا يعني من الأمور المحزنة، ومن الأمور التي سيندم عليها هؤلاء المفرطون في ذلك اليوم العظيم. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. كذلك من أشراط الساعة الصغرى انتفاخ الأهلة.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. ما معنى انتفاخ الأهلة؟ بينه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: أن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين، يكون قد انتفخ. فإذا رآه الإنسان يقول هذا الهلال يكون لليلة أو لليلتين، بينما هو يكون لليلة، وهذا من أشراط الساعة الصغرى. كذلك من أشراط الساعة الصغرى كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. إذن في هذا الأمر بيان أنه إذا انتشر الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار، هذا يعد علامة من علامات الساعة الصغرى. أيضا من علامات الساعة الصغرى كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. يقول صلى الله عليه وسلم: من بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وهذا أيضا ذكره الإمام أحمد في مسنده. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وبين عليه الصلاة والسلام أن شهادة الزور هي من الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال عندما سئل عن الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. قال: وكان متكئا فجلس فما زال يكررها: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال: حتى قلنا ليته سكت، أي إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا موجود في زماننا من أناس والعياذ بالله يريدون لعاعة من الدنيا وحطام ونتف من الدنانير والدراهم، فيشهدون الزور ليأخذوا هذه الأموال سحتا والعياذ بالله، وسيجدون مغبة ذلك في ذلك اليوم العظيم. من أشراط الساعة الصغرى كذلك كثرة النساء وقلة الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. يعني خمسين امرأة يكون لهم معيل واحد، وذلك يدل على كثرة النساء وقلة الرجال. وهذا يعني أمر موجود في كل زمان، ولذلك من حكم التعدد في شريعة الإسلام، له حكم كثيرة، من حكمه أن هذا هو الأكثر، أن يكون النساء أكثر من الرجال، لأن الرجال عرضة للجهاد والقتال والحروب. ففي كل زمان ومكان دائما يكون النساء أكثر من الرجال، ولذلك شرع لنا شرعنا الحنيف، شرع لنا شرع الحنيف التعدد حتى نحفظ المجتمع من وقوع الرذيلة. لكن المقصود في هذا الزمان الذي يتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعده من أشراط الساعة الصغرى، أن هذه الكثرة تكون كثرة ملحوظة. يعني الآن النسب مثلا موجودة في المجتمعات يكون مثلا ثلثين للنساء وثلث للرجال، مثلا إن تجاوزنا يكون ثلاثة أرباع للنساء وربع للرجال. هذا يكون على سبيل المبالغة في زماننا أو في الأزمنة الماضية، لكن في هذا الزمان الذي يكون بين يدي الساعة يكون عدد النساء خمسين ضعفا لعدد الرجال. ولذلك قال: يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، رجل واحد يعيل خمسين امرأة. وذلك فيه بيان كما قال أهل العلم على دلالة على كثرة القتل والحروب، لأن الحروب والقتل هي التي تكون سببا في ذهاب وقلة الرجال. كذلك من أشراط الساعة الصغرى كثرة موت الفجأة. موت الفجأة، سكتة القلبية، وهذا الآن موجود في زماننا كثير. تقول: فلان شاب لا يشتكي من أي مرض، وفلانة شابة لا تشتكي من أي مرض، فجأة يقال قد توفاها الله، قد توفاه الله. كيف؟ سكتة قلبية. كثر هذا الموت في زماننا، وهذا قد أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من أمارات الساعة، يعني من أشراط الساعة ومن علاماتها، أن يظهر موت الفجأة، أن يظهر موت الفجأة. وهذا أيضا ذكره الهيثمي، قال الهيثمي رواه الطبراني، وقال الألباني رحمه الله إسناده حسن. وهذا كما قلت موجود في زماننا، وما يعرف بالسكتة القلبية. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: اغتنم في الفراغ
فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. فلذلك لا بد أن يبادر الإنسان الصالحات وأن يستبق الخيرات. وقال ابن حجر: وكان من العجائب أنه هو وقع له، أي وقع للبخاري الذي كان ينشد هذه الأبيات، وقع له ذلك أنه مات فجأة رحمه الله رحمة واسعة. كذلك من أشراط الساعة الصغرى وقوع التناكر بين الناس.